كنت عايشة مع راجلي الحمد لله واخا كيقولوا ما عندناش ما الحمد لله هو كان خدام في المارشي كي حمال. مرة يجيب لي خضيرة كل مرة سميتو أنا كانت عندي الدرية الأولى كانت كنركبها كان خدم فيها تانية في الميناجات عند الناس اللي بغات تخمل كان خدم بها وأنا مركباها يا ديك أختي من اللي زادوا عندي جوج بنيات صافي جاتني اخبار وقال لي راه شديناه في السوق صافي الا ما بقيتش خدامه بقى عير هو اللي كي كيدير كي هذاك كي المصاريف اللي... آه معافل. صافي اختي تا جاتني اخبار وقال لي راه شديناه في السوق البوليس اللي شدوه صافي اختي ملي قالوا لي شدينا صافي انا تصدمت ما عرفتش فين غنمشي فين غن... ملي دبوا معايا صافي ما ضخت حيت عارفه أنا يا ما ثلاثه البنيات ما غاديش نقد عليهم وباش هذيك واخا واخا ندير لي في جهدي نمشي نطلب بيهم ولا نسعى بيهم ولا... ولكن ما غاديش نوفر لهم هذاك الشيء اللي الامكانيات اللي أنا... غادي نوفرهم غادي نوفرهم اختي مشيت كنسول كيقول لي سيري هنا دخلي هنا دخلي هنا واخا وخ... انا ما عارفاش بداك الشيء صافي حتى كنعيا وكنجي وكنجيب الدريات حيت كيبقاو لي مكرفسين واخا نخليهم ما كنخليهمش وانا مرتاحه بحال ما كنديهم معايا صافي تيقولوا يقول لي الناس مجرجر الدريات وما عنديش يعني تكرفيس كنتكرفص صافي شفت تعيت وانا نبرك صافي تال سميتو شويه قلت نوض نمشي عاوتاني نسول ملي مشيت طلبت واحد البوليس بقيت كنطلف فيه قلت لي عافاك لما قول لي شنو المشكل عنده صافي اختي ملي قال لي قال لي انت سيري راه فلان فلان راه في حكاشه سيري سولي تما ملي مشيت عاوتاني كنطلف في هذاك اللي اللي مكلف بهذاك الشيء قال لي اختي انت راه هو مشدود عندنا راه حكموا عليه بعام لا عندك شي حوايج ولا عندك شي حاجه جيبيها لي صافي انا جيت مرفوعه كنشوف راسي انا يعني ما لقيتش شي حل شي اخبار جايباها خايبه صافي بركت انا والدريات صافي انا كنشوف راسي ما لقيت ما ناكل ولا ما نصرف ولا ما عنديش ما عندي حتى شي حاجه ما عندي حتى الدريه غدا على المدرسه ما بقاش كابا زعما تسدوا سنين زعما تسدوا عليا البيبان صافي ما اللي لي كوش مه صافي كنهز ونجمعهم جمعهم كنمشي نبرك على شي جامع ولا شي بلاصه وكنسعى فيهم شي هو هذا هو الحل اللي عندي لا عمرني كان ما طلبت كن زعما كنخدم بها راه كنت كنخدم بها وزعما اه بكتافي ونشد الميناجات بحال ما هكا صافي ملي طحت في هذا الموقف صافي خرجت حيت ما ما كاينش كيفاش غندير ليهم غادي نلوحهم في الحضانه كاملين انا خرجت نخدم طالا مع ما الشركه زعما في استطاعتي نخدم ندير اي حاجه كان هذاك الشيء اللي غادي تصرفي عليهم وتوكليهم مش كتمشي تمشي تحطيه في الحضانه هذا الشيء هو اللي كي يعني ما كاينش شي حل درت زعما لجميع الحلول ولكن ما عندي حتى شي حل والو ما كاينش بيبان كاع تسدوا عليا حتى اللي شي شي خوت ولا شي عائله اللي غادي يعاونوك حتى هما ما استطاعتهمش يلا كل واحد مكافي مكافي مع راسه دابا ما كاين ما لاقينش دابا على يعني. نهار على نهار انا هكا دايره يوم على يوم صباح على صباح كل شيء لا لا فطور لا غدا لا حتى شي لفطور, حاجه الا ما كاملين وخرجت بيهم كيف ما قلت لكم ونسعى بيهم ونجيب داكشي الشيء اللي قسم الله اللي عطاوني راه انا غادي شويه اما باش زعما شي مدخول ولا شي حاجه انا ما كاينش واه ورا معلوم تقهر ماشي ماشي تقهرت راه عييت كون شاف بناتي غيضيعوا ليا الا ما تجيش ندير هكا صافي غادي غادي نضيعوا ليا اش غندير ليهم نفرقهم نعطيهم ما عنديش كيفاش غادي ندير ليهم هي اللي كان نفرط فيها ما نقدرش نفرط فيها ما عندي ما ندير هذا هو جهدي اليوم هذاك الشيء اللي بجهدي كنديروا اليوم اما شي حاجه اخرى ما استطعتيش اه ختي راه هما راه هما حياتي نعطيها على قبلهم راه هما هما من كل شيء وما وما خيره وما كل شيء ما كلشي عندي ما نقدرش نفوتهم باش ما كان خا ليا ما عرفتش شنو نعطيوك ولادك وكن... انا عزيزين عليا ولادو كنبغيهم ديما يكونوا قراب ليا ونحضنهم وداك الشيء ولكن ما, ما عنديش الاستطاعه وما عنديش الامكانيات باش نغنوفر لهم داكشي انا باغاه فيهم انا ما يقراو ليا ما كرهتهمش ليا ما كرهتهمش ما يتكرفصوش ليا ديما كنشوف مع الحوايج زوين انا ما باغاش لي مش حاجه خايبه ولكن كاين هادشي ديال الله ملي كنشوف انايا كنقول هادشي مكتبو ليا الله ما عندي ما ندير كنطلب من ربي يا تفرج عليا و... وتحن فيهم هادشي هو اللي كاين كندقها في قلبي ونخليها في قلبي ونقول يا ربي تفرج عليا ليل ونهار فما كنصلي كنقول يا ربي تفرج عليا يا ربي تفرج عليا يا تحن فيا هادشي اللي كن كنشكي لله سبحانه وتعالى هاد النداء ديالي كنطلب من المحسنين الله يرحم ليكم الوالدين ما تشوفوش فيا انا لقيت باش تعاونوني باللي كان انا ما غنتشرط عليكم غنقول لكم عطيو من ولا ديروني باللي كان انت عاونوني يا هاد البنيات ساكنه باش ما يضيعوش اليوم يتكرفسوش ليا هاري يخرج راجلي من الحبس حكموا علي هذاك العام الا هزيتوني فيه يا ربي انا كن بغيت سأ... ما يضيعش ليكم بغيت ربي يدير لكم الجنه تمايا عندكم عشفوا لي في هاد الوليدات نهار على نهار كيتكرفسوا لي وغاديين كيت لا انا لا معاهم تا كرشه فيهم واللبس ما هو اللبس راه العيد قسما بالله ما تكساوش على الحوايج مصبنتهم ليهم صافي وانا نلبسهم ما كنخرجهم ما حتى شي حاجه عيد ما هو عيد كسوه ما هي كسوه ماكله ما هي ماكله الله وصافي